السلام عليكم واهلا بيكم في قناتي سوبر كاريه، معاكم ضحى ربيع. النهارده هنعمل فراشه بفن الاورجامي، سهله جدا وبسيطه خالص ومش محتاجه اي خامات، ما عدا هي ورقه بس، مجرد ورقه. طبعا الاطفال يا ريت يعملوها لانها سهله خالص ونتيجتها جميله. فن الاورجامي بصفه عامه الاطفال يقدروا يعملوه لانه مش محتاج اي خامات ما عدا ورقه. من الورقه بتطلعي شكل. هنجيب اي ورقه مربعه، مش هلزمكم بمقاس معين، اي ورقة بس اهم حاجة تبقى مربعة. اوكي، هنعمل ايه بقى؟ هنقسم الورقة كده، نضغط اهم حاجة على الكريسس دي او التانيات، نعمل نفس الحركة اليمة التانية. كده عملنا مثلثين. دلوقتي هنقسم الورقة مستطيل، هنروح ضاغطين جوه كده لجوه عشان المثلث ده يطلع لنا. ونعمل نفس الحركة في الناحية التانية، بس بنضغط لجوه عشان ندخل الورقة لجوه فيطلع لنا المثلث ده. دلوقتي هنروح مطبقينه كده بحيث هيبقى عندنا 1 2 3 4. طبعا الحركة دي مش ضرورية، بس لو انتوا حابين بتروحوا قاصين بس الأطراف كده دايرة بسيطة خالص، مش ضرورية. ده الشكل اللي هيطلع لنا. نخلي المثلث ناحيتنا ونروح جايبين، عن هيبقى عندنا 1 2 وهنا 1 2، هنجيب واحدة منهم ونتنيها لجوه مع الخط اللي هيبقى عندكم ده. نعمل كده في اليمة التانية. اوكي، دلوقتي المثلث ده هنروح تانيينه لحد ما يعدي الخط ده، نتنيه لبره شويه ونروح تانيين الحته المثلثه الصغيره الباينه دي، نتنيها لجوه. من اليمه، من الحته اللي في النص دي، هنروح ضاغطين بس كده لجوه، وكده فراشتنا جاهزة. شايفين حلوة ازاي؟ مفيش اسرع من كده، والوانها مبهجة جدا. اوكي، كده يبقى خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ليه. باي باي.